مرحبا بكم متابعين قناة M5 Prime على اليوتيوب. اليوم نحن معكم بحلقة جديدة من برنامجنا والتي خصصتها للحديث عن زيارة أردوغان الأخيرة إلى الإمارات التي كانت محور اهتمام العالم العربي والغربي وبالطبع التركي. استقبال مهيب حظي به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته إلى الإمارات بعد سنوات من القطيع والجمود في العلاقات. سبقت هذه الزيارة بتاريخ شهر تشرين الثاني من العام الماضي زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة التركية أنقرة، والتي تناولت العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وفق بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية آنذاك، والتي أسفرت عن توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة وتأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. مع زيارة أردوغان تم التوقيع على 13 اتفاقية جديدة، وبالتالي بدأت تظهر جليا النية بإعادة رسم صورة جديدة للعلاقات قائمة على أسس اقتصادية وشراكات أمنية وسياسية ورغبة في الانتفاع المتبادل بين دولتان تحملان ثقلا إقليميا كبيرا، وفي وقت تتغير فيه ملامح التفاهمات في المنطقة التي ستدفع الطرفان لطوي صفحة من الخلافات نشأت بينهما في ساحات مختلفة. هذه الزيارات رافقتها تصريحات حملت طابع الإيجابية والانفتاح السياسي من سياسيي البلدين، أكدت الرغبة الواضحة في الارتقاء في العلاقات إلى مستوى متقدم، لكنها تزامنت أيضا مع سيل من الأحداث التي تشير إلى أن هذه العلاقة بين البلدين إن وصلت إلى المستوى الذي تطمح إليه فإنها ستكون من أهم العلاقات الثنائية في الشرق الأوسط. الإمارات بقيت لسنوات أكبر شريك تجاري لتركيا في دول مجلس التعاون الخليجي، لكننا عندما نطلع على الصحف الرئيسية للإمارات التي تبعت زيارة أردوغان فهي بالمجمل أطلقت عناوين ركزت على النتائج السياسية للزيارة أكثر من الفوائد الاقتصادية. فما هي الفوائد التي قد يجنيها الطرف الإماراتي بداية من هذا التقارب؟ بداية أود الرجوع إلى المقال الذي نشر في صحيفة خليج تايمز، والذي شدد فيه أردوغان على أن تركيا لا ترى أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأشقاء في منطقة الخليج منفصلين عن أمنها واستقرارها. أردوغان أكد على هذه النقطة أيضا في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في اسطنبول قبيل توجهه إلى الإمارات، عندما قال إن التعاون بين بلاده والإمارات مهم لاستقرار المنطقة كلها، مضيفا أن أمن واستقرار دول الخليج من أمن بلاده. تركيا فعلا لديها تاريخ من التعاون الأمني، تملك تركيا قوات في قطر، وكانت قد استنكرت في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته في عام 2016 التدخلات في دول الخليج. لكن إحدى النقاط الهامة المستجدة التي يجب الوقوف عليها هو التنديد الذي صدر من تركيا خلال فترة التقارب هذه بالهجوم الذي ارتكبته ميليشيا الحوثي ضد الإمارات، وهو ما قابلته الإمارات بالامتنان. نذكر بأن الهجمات الحوثية مؤخرا بدأت تستهدف مصالح ومواقع إماراتية حيوية، ولطالما عولت دول الخليج على الولايات المتحدة للحصول على مساندات معينة في المجال الأمني. لكن تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في الفترة الأخيرة دفع الإمارات إلى التنويع في علاقاتها الإقليمية، فاتجهت إلى تطوير علاقاتها الدفاعية مع فرنسا والصين. الملف الأمني تحديداً يجعل من العلاقة الإماراتية مع تركيا في غاية الأهمية. وبإلقاء نظرة سريعة على الاتفاقيات الدفاعية التي تجمع بين البلدين، فهناك في الواقع العديد من الاتفاقيات الدفاعية بين تركيا والإمارات. في عام 2017 وقعت شركة الجسور التركية الإماراتية الناجمة عن تحالف شركتي أوتوكار التركية وتوازن الإماراتية خلال معرض آيديكس 2017 اتفاقية ضخمة مع القوات المسلحة الإماراتية لقاء إنتاج عربات مدرعة ثمانية الدفع بقيمة 661 مليون دولار. أيضا في عام 2013 أبرمت الإمارات عقدا بقيمة 196 مليون دولار مع شركة روكيتسان التركية للحصول على صواريخ جريت، التي تعتبر أولى الصواريخ الموجهة بالليزر لتركيا والتي تستخدمها الإمارات في طائرات AR-802. وفي عام 2017 أيضا تعاقدت الإمارات مع شركة NKA التركية لشراء قنابل من نوع NK-82 و84 خلال فعاليات معرض دبي العالمي للطيران بقيمة صفقة وصلت إلى 20 مليون دولار حينها. وطورت شركة روكيتسان التركية راجمة الصواريخ التركية متعددة المنصات جباريا التي تعد أقوى راجمة من عيار 122 ملم في العالم بناء على طلب الإمارات.
لكن لفتني في اليومين الماضيين الإعلان الإماراتي عن دعوتها الجيوش الحليفة لبناء درع وقائي لمواجهة الهجمات بالطائرات المسيرة، إلى التساؤل عن إمكانية إبرام اتفاقيات بين الجانب التركي والإماراتي باتجاه تحقيق قوة ردع معينة تجاه الهجمات الحوثية، وعن الخيارات التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذه الحالة. تملك تركيا العديد من أنظمة الدفاع الجوي ضد الدرونات مثل نظام إيلتر ونظام ألكا ونظام إيلتر، ويمكن أن تقدم تركيا في هذه الحالة حلولاً أخرى مثل أنظمة النظام المدفعي للدفاع الجوي والتي يمكن إعطاء نظام كوركوت كمثال عليها، أو أنظمة التوجيه بالليزر. إذن تعاون في المجال الدفاعي قوي يمكن أن ينشأ بين البلدين، وستكتسب الإمارات من خلاله فرصة للحصول على أنظمة دفاعية تركية متطورة. لكن الفائدة الإماراتية لا يمكن اختصارها هنا، الهدف هو تبني علاقات أكثر استدامة، وهذا يتطلب بناء بنية تحتية قوية لهذه العلاقة. تسعى الإمارات أيضا لكسب وسيط قوي كتركيا يضمن خلق حالة من التوازن لها في المنطقة، خصوصا مع دولة مثل إيران. تركيا التي تملك علاقات متوازنة مع إيران هي خيار مثالي في هذه المعادلة الجديدة. بمعنى عن هذا، يملك البلدان تطلعات اقتصادية كبيرة. نشرت وكالة الأناضول تقريرا أوضحت فيه أن التعاون الوثيق للإمارات مع تركيا صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط سيشكل فرصا مهمة للإمارات التي تواجه صعوبة في المنافسة مع بعض الفواعل الإقليمية مثل السعودية التي تسعى لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط. التقرير لفت أيضا إلى التطلعات الاقتصادية للبلدين، مضيفا أن تطوير علاقات أنقرة وأبوظبي سيؤدي إلى مساهمات مهمة في الاقتصاد التركي، كون الإمارات تعد العاصمة التجارية والاقتصادية للشرق الأوسط وجنوب آسيا وحتى إفريقيا، وسيؤدي وصول البضائع التركية بسهولة للسوق الإماراتية إلى تعزيز القوة التنافسية الاقتصادية لتركيا في مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا. في النهاية نشير إلى أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى الإمارات هي بمثابة صفحة جديدة في مسار التقارب. الخطابات الصادرة تحمل معاني شراكة استراتيجية في منطقة تضغى عليها في الفترة الأخيرة أجواء من المصالحة بين عدد من الدول. هذه الشراكة الاستراتيجية لم تأتي إلا بعد إدراك ضرورة الحفاظ على المكاسب الفعالة وحل المشكلات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية. قضية الإخوان المسلمين لم تعد تشكل أهمية بالنسبة للإمارات، فهي لا تراها على مستوى التهديد نفسه الذي كانت تراه عليه قبل 10 سنوات كما تتداول تقارير. وأمام هذا الاندفاع ستكون تركيا كما يبدو لاعبا مهما في هذه الهيكلة الأمنية الجديدة. تابعونا في الحلقة القادمة مع موضوع جديد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم إشعاراتنا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.